معادلة النصر في الإسلام ليست صعبة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هكذا فعل قطز عندما جاءت رسل التتار وقتلهم، وأصبحت المواجهة مع التتار لا محالة قريبة. لكن الوضع الاقتصادي في مصر صعب للغاية، وليس أمام قطز إلا فرض الضرائب على المصريين لتجهيز الجيش لمواجهة التتار. وهنا حاول إصدار فتوى شرعية من العلماء وعلى رأسهم شيخ الإسلام العز بن عبد السلام، الذي انتهزها فرصة وشرط على قطز شرطين: الأول أن تؤخذ كل أموال بيت المال وتنفق على الجيش للحرب، فإذا لم يتبقى شيء واحتاج الجيش أخذنا أموال الأمراء والوزراء، وبدأنا بقطز نفسه ولا يبقى لهم إلا الفرس والسيف. وافق قطز مع أنه شرط صعب، ووافق الأمراء، وبالفعل جهز الجيش. هنا رأينا أن مصر دولة غنية، بعض الأمراء يستطيعون تجهيز الجيش، وبعضهم يستطيعون تسديد الديون للبلاد، ولكنها هذه الأموال اكتسبوها بالاختلاس وبالرشوة، وكانوا ينفقونها في السفه وإعطاء من لا يستحق. ولكنهم في هذه الحالة عندما جهز الجيش بالمال الحلال وبدعاء المسلمين انتصروا، لأنهم نصروا الله فنصرهم. وما أشبه الليلة بالبارحة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.